نتواصل مشاهدينا الكرام متابعينا الافاضل، وهي انطلاقة شوطنا الخامس في مجموع الاشواط وشوطنا الخامس والخاص مشاهدينا ومتابعينا الكرام، الخاص بالحجايج البكار هنا وشعارات ابناء القبائل في هذه التحديات الصباحية الجميلة التي نتابعها هنا على ارضية هذا الميدان هنا بانطلاقات وتحديات متميزة. تابع الأداء ونتابع التحدي ونسير مع المراكز الأولى المنطلقة بهذا التحدي الجميل هنا. نتابع هنا طلعة لسالم بن حمود المالكي من يأتينا على الصدارة وعلى المقدمة وعلى المركز الأول بطلعة طالعة بأداء جميل وتحدي مميز. الوصول هنا من كحال فالح بن محماس بن علي بن مصرح الحبابي، وهناك انطلاقة وتحديات أيضا شعار مميز راشد بن سعيد بن محمد المهيري مع السايحة تأتينا ثالثا، وفي المركز الرابع مهمة عيسى بن فارس بن محمد بن سعيد القاطري من تنطلق على المركز هنا الرابع والمركز الخامس، والمتسللة هنا مخايل غرير بن محمد بن غانم بن متفيق لقتبي، ومن الجانب الآخر ود راشد بن محمد بن أحمد بن لحن الشحي المنطلق بهذا الأداء الجميل. والوصول هنا من شواهين حمد بن مطر بن علم مفتاح الشامسي أيضا منطلقة بهذه التحديات الجميلة الجميلة هنا في هذا الأداء المميز هنا. المركز مشاهدينا الكرام الثامن، المركز الثامن والقادمة هنا دمعة هنا على هذا الأداء ناصر بن محمد بن مصرح الحبابي من يقدم دمعة بهذه الانطلاقة الجميلة، والوصول من عهد أحمد بن عبد الله بن شطير لوهيبي وعاشر مراكزنا تأتي شواهين مطر بن محمد بن مصرح الحبابي. هذه هي الأسماء المنطلقة، ها هي الشعارات الباحثة عن الفوز الباحثة عن الناموس هنا بهذا الانطلاق والتحدي. نعود إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة شواهين من انطلقت على الصدارة على المقدمة هنا بانطلاقة حمد بن مطر بن علي بن مفتاح الشامسي من تنطلق على الصدارة على المقدمة. الوصول من عهد أحمد بن عبد الله بن شطيط لوهيبي القادمة بهذا الانطلاق والتحدي الجميل. الله الله المتسللة مخيفة عيلان بن حميد بن واسل اقتبي هنا يقدمها ابو حمداني بهذه الانطلاقه وهذا الاداء الجميل. والقادمه شواهين مطر بن محمد بن مصلح الحبابي على المركز الرابع، المركز الخامس تاتينا ود راشد بن محمد بن لحن الشحي من ياتينا، ولكن الله 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 القدوم القدوم من دارين علي بن سعيد بن علي بن سعيد المزروع القادمه بهذه الانطلاقه الجميله والتحدي المثير. وهنا القدوم ايضا من امجاد يمعى بن عتيج الرميثي من يقدمها، ولكن نعود الى مخيفه عيلان بن حميد بن واسر اقتبي على الصدوره على المقدمه وعلى المركز الاول شواهين حمد بن مطر بن علي بن مفتاح الشامسي على المركز الثاني والمركز الثالث، المركز الثالث والمتسلله هنا والقادمه هنا امجاد يمعى بن عتيج بن نعمه الرميثي، ولكن الصداره مع مخيفه 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 المسيطره على زمام الأمور وعلى الصدارة مخيفة هنا عيلان بن حميد بن واسل اقتبي، ولكن الله شواهين شواهين مخيفة وشواهين شواهين ومخيفة الله، وبالرشيد قادم بالرشيد قادم أيضا أهل جميرة قادمين، ولكن هنا المتسللة مخيفة شواهين شواهين من تسللت على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول الملاحقة من مخيفة وبالرشيد قادم قادم مع النشمية مع النشمية. يا سلام التحديات الأخيرة، يا سلام اللحظات الأخيرة اللحظات الأخيرة، ولكن مخيفة مخيفة من عاد إلى موقعها. سلام للعوير سلام سلام للعوير سلام على هذا الأداء المميز الجميل. تهانينا لعيلان بن حميد بن واس الاقتبي المركز الثاني، النشمية خليفة بن سلطان بن رشيد شواهين حمد بن مطر بن علي بن مفتاح الشامسي، ووصلت هنا بالانطلاق مشارف محمد بن سلطان بن سعيد المالكي، وهناك دارين علي بن سعيد بن علي بن سعيد المزروعي من وصلت على المركز هنا الخامس. هذه هي النتيجة للمراكز الخمسة الأولى
الأولى نهى على حضراتكم كاملة مكملة. لنا عودة إلى التوقيت الزمني ولحظة وصول مشاهدينا ومتابعينا الكرام. هنا مخيفة عيلان بن حميد بن واسل اكتبي تحمل الرقم 1 وتصل في المركز الأول بأداء وعرض جميل هنا ولحظة وصولها إلى الفوز وإلى الناموس. هنا هذه الانطلاقات الصباحية المتميزة قاطعة المسافة في فترة زمنية مقدارها ولحظة وصولها إلى الفوز والناموس. 4 دقائق 39 ثانية 7 من الأجزاء من الثانية. تهانينا المركز الثاني وصلت النشمية خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي هنا 4 دقائق 40 ثانية وفاء وتماما وكمالا. شواهين من وصلت على المركز الثالث هنا لحمد بن مطر بن علي بن مفتاح الشامسي ب 4 دقائق 40 ثانية جزء واحد من الثانية توقيت الزمني. تهانينا وناموس، تهانينا لجميع الفائزين.